سامعني يا جماعة كويس؟ طيب احنا اخر حاجه كنا واقفين عندها المره اللي فاتت احنا اخذنا الاكتيفيشن فانكشنز، تمام؟ واقفين دلوقتي عند النورماليزر، تمام؟ النورماليزر ده يعني فايدته ايه او بيتكلم في ايه؟ انتوا اخدتوا في الماشين ليرنينج يا شباب في حاجه اسمها جنراليزيشن ايرور، حد فاكر كان بيعمل ايه او كان فايدته ايه؟ حد فاكر يا شباب انتوا اخدتوا ده في المشين ليرنينج في حاجه اسمها جين؟ طيب حاضر، ثانيه واحده. الصوت سيء في زنه ولا الصوت بيقطع من النت؟ طيب تمام. الجنراليزيشن ايرور يا جماعه ده اللي احنا بنتكلم فيه حاليا، اخدتوه ده في الماشين ليرنينج، كان ليه تعريف كده، كان طبعا في انواع من الايرورز موجوده، والجنراليزيشن ايرور ده كان ايرور من ضمن الايرورز الموجوده. حد فاكر كان بيجي منين او هو عباره عن ايه؟ ها احنا ممكن نعمل تريننج، تمام؟ واثناء التريننج بيكون الاكيورسي اثناء التريننج كويسه جدا. نيجي نطبق اللي احنا اتعلمناه ده على اللي هو التيست بارت بتاع الداتا سيت، عشان عندنا جزء بنعمل بيه تريننج جزء بنعمل بيه تيستنج من الداتا سيت بتاعتنا. لما كنا شغالين اثناء التريننج كان الاوتبوت الاكيورسي بتاعته كويسه جدا. ده امتى؟ اثناء التريننج. طيب هنبدا نجيب داتا جديده اللي هي موجوده في التيست، تمام، اللي هو ما شافهاش قبل كده، نبدا ندخلها للموديل، بيبدا الموديل يطلع نتائج سيئه جدا، بتبقى الاكيوريسي بتاعته سيئه جدا. ده معناه ايه بقى؟ ده هو ده الجنراليزيشن ايرورز، اللي هو اتعلم يعني اتعلم على الداتا اللي هو شافها فقط. وممكن نسميه برضو ان ده اوفر فيتنج، بيبقى اوفر فيتد على الداتا اللي دخلتكم فقط لا غير، تمام؟ فالمشكله دي بيحلوها بكذا طريقه، تمام؟ اللي هي الاوفر فيتنج، اللي هو الموديل اتعلم زياده عن اللازم لدرجه ان هو كانه حفظ الداتا دي، وبالتالي اي داتا جديده هو ما شافهاش قبل كده ما بيقدرش يتعامل معاها ويعمل لها بريدكشن بطريقه صحيحه، تمام؟ فالطرق المستخدمه عشان نحل المشكله دي حاجه اسمها ان احنا نعمل ادنج كونسترينت تو بارامترز، البارامترز بتاعه الموديل نبدا نحط عليها قيود معينه تبقى فرنج معين عشان ما يحصلش اوفر فيتنج. وفي نوعين، نوع اسمه ال 1 وال 2، يعني ده دي انواع من الكونسترينت بتتحط على ايه البارامترز بتاعه الموديل، بحيث ان احنا ايه ما نخليهوش اوفر فيت، ما نخليهوش يتعلم زياده عن اللزوم ان هو يحفظ الجزء اللي عامل بيه تريننج، واي جزء جديد يدخله كانبوت ما يقدرش يتعامل معاه. انا صوتي واصل تمام؟ طيب تاني اوبشن او تاني طريقه لحل مشكله الجنراليزيشن ايرور او الاوفر فيتنج ان احنا نعمل اكسباندنج ذا تريننج سيت، بنعمل اكسباند للتريننج داتا سيت او التريننج سيت، الجزء بتاع التريننج نكبره شويه. طيب نكبره ازاي؟ قال لك ممكن اد نويز، نضيف نويز. ازاي يا جماعه الكلام ده؟ لو احنا طبعا الكلام ده بينطبق بشكل كبير جدا على الصور الايمجز. لو انا عندي يا جماعه صوره كات دوج لاين، اي صوره لاي حاجه، تمام؟ الصوره دي لو انا جبت الصوره الاصليه وضفت عليها بعض النويز،
الميز اي بقى يعني، اي مثلا نغمشه، اي حاجه ممكن تتعامل معاها. تمام. هل الصوره دي اتحولت من صورتها مثلا كات او دوج او لاين لحاجه تانية، ولا تظل زي ما هي على حالتها؟ تظل زي ما هي. يبقى انا كاني كده عملت ايه؟ كاني كان عندي صوره واحده، الصوره الاصليه والصوره اللي عليها نويز، كده اصبح عندي صورتين لنفس الاوبجكت. يبقى انا كده لو طبقت الكلام ده مثلا على 100 صوره، من عندي 100 صوره حطيت عليهم نويز، بقى عندي كده 200 صوره كلهم بيرجعوا تاني لنفس الحاجه اللي هم لاين او كات او دوج او ايا كان الكلاس بتاعها. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت مضاعفه للداتا سيت اللي عندي. طيب في ترانسفورمينج الداتا، يعني زي ايه مثلا؟ يعني في برضه حاجات بتتعمل على الايمجز، زي مثلا انا ممكن اعمل ايه؟ ترانسليشن، ان مثلا الصوره بتاعتي اعملها ازاحه بمقدار معين. تمام؟ الحاجات دي كلها انا بعمل ايه؟ ببدا اغير في الايمجز او في الداتا سيت، وعشان اعمل مضاعفه لعدد الصور اللي موجوده عندي في الداتا سيت، وبالتالي انا عملت كده ايه؟ اكسباندنج للتريننج سيت. وبالتالي اما يجي الموديل يتعلم على الداتا سيت دي بعد ما حصلها اكسبانشن، بقت الداتا سيت افضل اكبر. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، كل ما الداتا سيت تكبر كل ما كان جوده التعلم بتاعت الموديل تبقى افضل. تمام. في حاجه ثانيه برضه خلي بالكم، عشان الكلام ده بيبقى موضوع اسئله في الامتحان. تمام. دروب اوت. الدروب اوت يا جماعه، احنا زي ما شفنا النيورال نتورك اللي احنا رسمناها المره اللي فاتت امبارح، كان في كونكشن ما بين كل نيورون وكل النيورونز اللي في الير اللي بعده وهكذا، صح؟ الدروب اوت هو عمليه ايه بقى؟ ان انا بسقط في النص كونكشنز عشان ما يحصلش اوفر فيتنج. يعني راندملي كده ببدا استغني عن بعض الكونكشنز، وبالتالي في بعض القيم مش هتتنقل لليرز اللي بعدها، وبالتالي ده بيقلل برضه عمليه الاوفر فيتنج. في حاجه اسمها ايرلي ستوبنج. الايرلي ستوبنج دي برضو ده ميكانيزم كده ممكن برضو نبقى نجربه في العملي، اللي هو لو انت مثلا بتعمل اتريشنز، بتجرب كذا مره وانت شغال اوبتمايزر عشان تقلل نسبه الخطا. عايز تقول له ايه؟ عايز تقول له ان هو مثلا لو انا وصلت الاكيورسي معينه او وصلت الليفل معين، ابدا اقول له اعمل ستوب هنا. يعني في كونديشن كده تقول له لو وصل لليفل معين من الليرنينج خلاص ما تكملش، فده الايرلي ستوبنج. النقطه دي او الجزئيه دي موضع سؤال في الامتحان، بيبدا يقول لك عشان تعالج الاوفر فيتنج ايه الحاجات اللي انت ممكن تعملها عشان تحل المشكله دي. تمام. هنبدا بقى ايه؟ هيبدا يقول لنا فكره كده عن كل نوع، زي مثلا البيناليتي بارامترز اللي هي اول واحده اللي هي ادينج كونسترينت. تمام. فهنلاقي فيه نوعين، L1 regularization وL2 مقارنة ما بينهم. دي برضو دي يعني دي البيناليتيز او الكونسترينت اللي بتتحط على البارامترز بحيث ان هي تمنع الاوفر فيتنج. الداتا سيت اكسبانشن دي من اهم الحاجات اللي انا اتكلمنا فيها. تمام. بيقول لك مثلا ايه في الطرق المستخدمه في الداتا اكسبانشن، احنا تقريبا قلنا معظمها بس هنقول تاني عشان نجد الجزئيه دي مهمه جدا. بيقول لي اكومن ميثود ان ذا اوبجكت ريكوجنيشن فيلد از تو روتيت اور سكيل ايمجز. لو عندي صوره وعملت لها روتيشن، تمام، يبقى انا كده كان عندي صوره اصليه والروتيتد ايمج، يبقى كده بقى عندي صورتين. طيب لو عملت سكيل الايمج، ان انا مثلا عملت لها زوم ان زوم اوت الكلام ده كله، تمام. يقول لك مثلا ايه؟ طيب ثانيه واحده. تمام. ايه كمان؟ ممكن نحط راندوم نويز للداتا سيت برضه، نفس الكلام، سواء بقى كانت ايمج او سبيتش او ايا كان. في برضه في الناتشرال لانجوج بروسيسنج ده، في ال NLP ده اللي هو بيتعامل مع التكست. تمام. ده الجزء من الماشين ليرننج اللي بيتعامل مع التكست. تمام. ده في الاتش سي اي بي اللي هو الليفل الثاني ان شاء الله. المهم يعني ان في الجزئيه بتاعت الداتا اكسبانشن، لو انت شغال NLP ممكن تعمل ريبليسنج للوردز للسينونيمز بتاعتها. يعني ايه؟ يعني عندك كلمه مثلا ليها معنى معين، مثلا مثلا عايز تقول ايه؟ في حاجه مثلا شيء عايز تعبر عنه ان هو جيد، فكلمه جيد دي ممكن نشيلها ونحط رائع، ممتاز، واخدين بالكم؟
فان احنا نشيل الكلمه ونحط المرادف بتاعها ده برضو نوع من الداتا اكسبانشن، بس ده في النوع اللي انا شغال على الداتا من نوع تكست، شغال في البرانش بتاع الماشين ليرنينج اللي اسمه ان ال بي اللي هو الناتشورال لانجويج بروسيسنج. طبعا نفس الكلام بقى ان نضيف نويز والكلام ده خلاص قلناه. طيب الدروب اوت زي ما حضراتكم شايفين كده تمام. دي مثلا الكونفليوشنال نيورال نتورك او النيورال نتورك عموما سواء كونفليوشنال او نيورال ارتفيشال. في مثلا نيورون هنا مثلا مش متوصل بال يعني في كونكشن هنا مفقوده، هنا برضو في كونكشن مفقوده وهكذا. ان انا ببدا اشيل بعض الكونكشنز اللي هي متوصله ما بين النيورونز وبعضها ده الدروب اوت تمام. الايرلي ستوبنج زي ما قلناها برضو ان انا بوصل لليفل معين اقول له خلاص كده احنا مش عايزين نعمل تريننج بعد كده خلاص. طيب احنا اتكلمنا عن اللوز فانكشن واتكلمنا كمان ان دي بروبلم عايزين نحلها، ان احنا عندنا نسبه خطا وعايزين تكون نسبه الخطا دي اقل ما يمكن تمام. فبنبدا نعمل اوبتمايزيشن للموضوع. فهنا الموضوع بتاع الاوبتمايزر هيلاقي بقى يبدا يقول لك ايه، ان انا عندي في اوبتمايزر اسمه مومنتيوم اوبتمايزر تمام، يقول لك مميزاته وعيوبه ايه. في مثلا ادا جراد اوبتمايزر تمام نفس الكلام، وار ام اس بروب اوبتمايزر. افضل واكثر الاوبتمايزرز المستخدمين هو الادم اوبتمايزر، وده لما نيجي نشتغل هنستخدمه يعني تمام. هو عباره عن الجوريزم زي ما احنا اتفقنا وقلنا قبل كده، زي فكره الجراديان ديسنت كده تمام، اللي هو بيحاول يتحرك في اتجاه يقلل نسبه الخطا لاقل ما يمكن تمام. فده الادم اوبتمايزر، ودي مقارنه كده ما بين الاوبتمايزرز اللي احنا قلناهم سريعا يعني. طيب الجزء بقى المهم اللي احنا هنتكلم فيه شويه دلوقتي هو انواع النيورال نتوركس اللي احنا قلناها تقريبا، بس عايزين نقوله بشيء من التفصيل شويه. اول نوع اسمه كونفوليوشنال نيورال نتورك اللي هو اختصارا بنقول عليه السي ان ان تمام. ده هنشرح دلوقتي الخطوات بتاعته عامله ازاي. مبدئيا كده الكونفوليوشنال نيورال نتورك بيتعامل مع الداتا سيت اللي من نوع ايمجز، ده افضل نيورال نتورك ممكن تتعامل مع الايمجز هو الكونفوليوشنال نيورال نتورك تمام. طيب ايه اللي خلاه افضل حاجه كده؟ ان هو بيستخدم يعني زي ما حضراتكم قلنا قبل كده المره اللي فاتت، لو انا عندي صوره 100 في 100 في 3 مثلا اللي هي صوره ار جي بي الوان يعني، فالمية الأولى اللي هي الطول والمية الثانية العرض والمية والتلاتة هي عبارة عن النمبر اوف تشانلز اللي هي الار والجي والبي كويس؟ دلوقتي يا جماعة لو احنا ضربنا التلات أرقام دول في بعض هيطلعوا لي 30,000 تمام؟ أنا بس هستأذنكم كده يعني أشغل وايت بورد يعني ادوني بس دقيقتين بالظبط. شايفين كده الشاشة معايا يا شباب؟ طيب احنا بنتكلم دلوقتي على السي ان ان اللي هي الكونفليوشنال نيورال نتورك، وليه هي افضل حاجة بتشتغل مع الايمجز مع الصور، اشمعنى هي تحديدا يعني تمام؟ لو نفتكر امبارح اخدنا شكل كده للداتا للنيورال نتورك كان شكل كده بسيط تمام. اللي هو زي ما حضراتكم شايفين كده عبارة عن مجموعة من النيورونز تمام، موجودة في مجموعة من اللايرز زي ما اتفقنا قبل كده. بيبقى أول لاير اللي أنا بدخل عليها الانبوت بيسموها الانبوت لاير، وآخر لاير اللي أنا باخد من عليها الاوتبوت بيسموها الاوتبوت لاير، واللايرز اللي في النص تبقى اسمها هيدن لايرز. طيب جميل جدا. طيب هنا يا جماعة اللي احنا قلنا عليها الانبوت لاير، يا ترى من وجهة نظر حضراتكم كده بحب اسمع صوتكم يعني،
كم نيورون يكون في الانبوت لاير؟ يعني النيورونز دي اللي باخد عليها الانبوت صح؟ اللي هي في الانبوت لاير دي الانبوت لاير. من وجهة نظركم يبقى فيه كام نيورون هنا؟ يعني بيتوقف على ايه يعني؟ يعني لو احنا بلاش صورة دلوقتي، خلينا نقول ان احنا شغالين نوميريكال، يعني زي داتا زي بتاعت الهاوس او ايا كان الداتا اللي انتوا شغالين عليها، داتا نوميريكال قيم. عدد النيورونز في الداتا النيوميريكال ده يبقى قد ايه؟ الله ينور عليك، بالظبط كده. يبقى عدد النيورونز في الانبوت لاير بيساوي عدد الفيتشرز. يعني انا عندي داتا سيت مثلا فيها 11 فيتشر، يبقى انا ما عنديش خيار غير ان انا احط هنا 11 نيورون، كل نيورون هيستقبل فيتشر معين. وصلت الفكره؟ طيب انا بقول ده ليه؟ طبعا الرسمه اللي قدامنا دي مش convolutional neural network، ديت artificial neural network، هي الـ ANN. ده النوع يا شباب الاول من النيورال نتورك اللي احنا قلناه، اللي احنا شرحناه، كان هو ده اسمه artificial neural network. ده ينفع يستخدم مع النوميريكال داتا زي اللي انتوا اشتغلتوها في الماشين ليرنينج تماما. تمام؟ وهنحاول نشتغل ده ان شاء الله عملي مع بعض دلوقتي. ان احنا نعمل artificial neural network بسيطة كده وندخلها input data ونشوف الخارج بتاعها هيبقى عامل ازاي. تمام يا شباب، سامعني كده كويس؟ طيب انا دلوقتي هناقشكم برضو عايز اسمع صوتكم غير الباشمهندس اللي بيتكلم، حد تاني يعني، اتاكد بس انتوا معايا. يعني لو انا عندي صوره 100 في 100 في 3، دي على فكره صوره صغيره، يعني معظم الصور بيبقى اكبر من كده بكتير. تمام؟ طيب كده احنا طبعا زي ما اتفقنا قلنا امبارح ان احنا مش هنتعامل مع الصوره كصوره، احنا هنتعامل معاها كايه يا جماعه؟ كبيكسلز. تمام ولا ايه؟ طيب لو انا شغال زي ما حضراتكم شايفين كده artificial neural network. بسم الله الرحمن الرحيم، دلوقتي هنكمل جزء الconvolutional neural network. زي ما اتفقنا في نوع اسمه artificial neural network اللي هو بيفضل في حاجات النوميريكال، لا يفضل في الايمجز، في التعامل مع الايمجز. اللي يفضل في التعامل مع الايمجز هو السي ان ان، نتيجه ان احنا مثلا لو عندنا زي ما قلنا صوره 100 في 100 في 3، هنضرب ال 100 في 100 يديني 10000 في 3 يديني 30000، 100 في 100 يديني 30000 بكسل. دول هيكونوا محتاجين 30000 نيورون في الانبوت لاير زي ما حضراتكم عارفين، فده يبقى حاجه كومبليكيتد جدا. فالكونفوليوشنال نيورال نتورك بتفضل في الاستخدام مع الايمجز، تمام، عشان الحجم بتاع البيكسلز ده بيقل عن طريق بقى اللي احنا بنعمل الكونفوليوشنال لاير يتبعها البولينج لاير، بتعمل ريديوس للسايز بتاعنا المفروض يعني. تمام؟ في كونسبتس، المين كونسبتس اوف سي ان ان الكونفوليوشنال نيورال نتورك، فيها اثنين كونسبتس اللي هي اللوكال ريسبتيف فيلد والبارامتر شيرنج. تمام؟ ايه بقى اللوكال ريسبتيف فيلد؟ ان احنا عندنا في حاجه اسمها سباتشال كورليشن امونج لوكال بيكسلز، ان احنا في علاقه موجوده ما بين البيكسلز المتجاوره. لما بنيجي نطبق فلتر بنطبقه على مجموعه بيكسلز المتجاوره زي ما احنا عارفين، فدي بيسموها اللوكال ريسبتيف فيلد، وبيكون في ريليشن ما بين قيم البيكسلز وبعضها. حاجه كمان البارامتر شيرنج، ان احنا ممكن نستخدم الفلترز، تمام، فلترز مشتركه. يعني بيقول لك ايه؟ ان احنا ممكن نعمل نستخدم كذا فلتر على يعني ممكن نستخدم كذا فلتر اكتر من مره، يعني بنعمل شيرنج للويتس بتاعه البارامتر. تعالى كده نشوف اهو، ان layer scanned by filters each filter uses the same parameters during the weighted computation. يعني لما بنيجي نستخدم الفلتر بيستخدم ايه؟ نفس البارامترز اثناء ان هو ما بيجي يحسب، ما بيجي يضرب الويت في الانبوت ويجمع عليه البايس، فاحنا بنستخدم تقريبا نفس البارامترز، فدي بيسموها بارامتر شيرنج. دي موضوع السؤال في الامتحان، يقول لك ايه المين كونسبتس في الكونفوليوشنال نيورال نتورك، فنقول له لوكال ريسبتيف فيلد والبارامتر شيرنج. الاركتكتشر بتاع الكونفوليوشنال نيورال نتورك زي ما شرحنا قبل كده سواء على الوايت بورد او في العملي، عندنا كونفوليوشنال لاير يتبعها
بولينج لير. طبعا الكونفوليوشنال لير وظيفتها تاكستراكت الامبورتنت فيتشرز. البولينج لير بيبدا يعمل لي يا اما ماكس بولينج يا اما مين بولينج عشان يريديوس السايز. ممكن اعمل كونفوليوشنال تاني يتبعها بولينج تاني. المهم في الاخر بعد كده بعمل فلاتن وبعد كده بخش على الجزء الفولي كونكتد. هنا بيبدا بقى يشرح لك ازاي الكونفوليوشن كالكوليشن الكونفوليوشنال لير بتشتغل ازاي. وبرده دي شرحناها بالارقام قبل كده على الوايت بورد. انا عندي صوره 5 في 5 والفلتر 3 في 3 والبايس بيساوي 0. هبدا اخد الفلتر ده واضربه في الايمج وابدا اطلع الاوتبوت زي ما احنا شايفين كده اهو. جبنا الفلتر وحطينا فوق البيكسلز ديت وجمعنا واحد في واحد بواحد، واحد في صفر بصفر، واحد في واحد بواحد بكده اثنين، ده صفر، ده كده واحد يبقى ثلاثة، صفر، واحد يبقى أربعة، صفرين يبقى أربعة، يبقى الناتج هنا إيه؟ قيمة أربعة. ده طريقة عمل الكونفوليوشنال نيورال نتورك، الكونفوليوشنال لير آسف. الكونفوليوشنال لير هي بتتمثل في إيه؟ في صورة إن أنت بيبقى عندك إنبوت بينضرب في ويت وينجمع على البايس. وبعد كده بدخله على الاكتيفيشن فانكشن يديني الاوتبوت بتاعي. تمام؟ يبقى اللي بيحصل في الكونفوليوشنال لاير ان انا عندي الانبوت ايمج تمام بتنضرب في الويت اللي هو الفلتر او الكيرنل بنسميه فلتر او كيرنل تمام وبينجمع عليها البايس. بعد كده بتخش على الاكتيفيشن فانكشن تمام يطلع لي الاوتبوت. يبقى ده كل ده بيحصل في الكونفوليوشنال لاير. البولينج لير زي ما قلنا هي بتعمل دايمنشناليتي ريدكشن عن طريق ان احنا بنبدا نعمل ويندو سايز معين يبدا يسكان على الصوره تمام. ومثلا لو هو 2 في 2 زي ما حضراتكم شايفين كده لو هو شغال ماكس بولينج الاربعه دول هياخد منهم الماكسيمم فاليو اللي هتبقى 56 ويبدا يعمل شيفتنج بالسترايد بتاعه زي ما شفنا في العملي لحد ما يخلص خالص يكون الاوتبوت بتاعه هي الاربع قيم دول من الانبوت بتاعه الصوره او كان انبوت دايمنشن بتاعه بالشكل ده كان 4 في 4 هيطلع 2 في 2 لان الحركه بتاعتي شغاله ان انا بقى ايه او الاسترايد بتاعي خطوتين ان انا باخد 2 في 2 وبسيبهم كلهم واخد ال 2 في 2 اللي بعدهم تمام. يبقى ده الاسترايد بتاعي المفروض هنا 2 والويندو سايز كمان 2. طيب الجزء بقى الفولي كونكتد ده بيبقى كلاسيفاير ده اللي بيعمل كلاسيفاي للريزلت تمام. بستخدم فيه السوفت ماكس فانكشن تمام كاكتيفيشن فانكشن. يبقى الاكتيفيشن فانكشن المستخدمه في الفولي كونكتد هي السوفت ماكس عشان يطلع لي البروبابيلتي بتاعت كل كلاس. يعني يقول لي مثلا ايه الصوره دي بنسبه 80% كات بنسبه 20% دوج يبقى بالتالي الاوتبوت النهائي هو ان الصوره دي ايه كات. في نوع تاني من النيورال نتوركس بيسمى ريكرنت نيورال نتورك تمام. الميزه فيه ان هو بيشتغل على السيكوينشال داتا. ايه السيكوينشال داتا؟ يعني الاوديو ده سيكوينشال داتا، الفيديو ده سيكوينشال داتا، التكست دي سيكوينشال داتا. فالحاجات اللي فيها سيكونس دي كلها بيشتغل فيها الريكرنت نيورال نتورك. الميزه اللي هو ضافها ان هو بيعمل حاجه اسمها دايناميك انفورميشن، بيكابشر دايناميك انفورميشن تمام. انلايك اذر فورورد نيورال نتورك على عكس النيورال نتورك الاخرى الريكرنت نيورال نتورك بيكيب ا كونتكست ستيت. الكونتكست ستيت يا جماعه السياق اللي الحاجه اتقالت فيه تمام. يبقى الكونتكست هو السياق. يبقى على عكس كل الطرق اللي قبل كده في النيورال نتوركس هو الوحيد اللي بياخد اللي بيكيب الكونتكست ستيت هو مين؟ هو الريكرنت نيورال نتورك تمام. سبورت سيكونس تمام. ريكرنت كمان بيستخدم في الحاجات اللي فيها سيناريو ريليتد زي ما قلنا الفيديو الاوديو كمان السنتنسز اللي هي السنتنسز اللي هي الجمل بقى اللي هي تبقى مثلا فايل تكست مثلا تمام. ريكرنت نيورال نتورك اركتكشر زي ما احنا شايفين كده بيبقى الاكس ده هو بيعبر عن الانبوت تمام. بتبدا عندك حاجه اسمها اس اوف تي ده عباره عن ميموري يونت عشان كده هو بيسيف السيكونس بتاعتك تمام او الستيت بتاعتك في الميموري. يبقى عنده بيشوف البريفيوس ستيت بتكون متسيفه عنده لان البريفيوس ستيت بتاثر على النكست ستيت. فالاس اوف تي ده ميموري يونت بتكاش البريفيوس انفورميشن. الاوتبوت هو عباره عن از اوتبوت اوف ذا هيدن لاير اوف ذا سيكونس ات تايم تي. يبقى عند التايم تي بيبقى في اوتبوت معين تمام. الاوتبوت ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت بتاخد البريفيوس ستيت بتاعتك مع الكرنت ستيت تمام.
وبيبقى فيه طبعا مالتيبل هيدن لايرز زي كونفوليوشنال نيورال نتورك. الريكرنت نيورال نتورك الانفولدد بقى بيبدا يفك الرسمه دي لسيكونس من التايم. انت عندك مثلا هي دي الستيت الاولى في التايم ناقص واحد، الستيت الثانيه انت في التايم الكرنت تايم وده البريفيوس تايم وده النكست تايم. يبقى دلوقتي قال لك ايه؟ الاوتبوت في تي ناقص واحد، الاوتبوت في تي، الاوتبوت في تي زائد واحد. هنا الانبوت في تي ناقص واحد، هنا الانبوت في تي، هنا الانبوت في تي زائد واحد. يبقى انا عندي كرنت ستيت، بريفيوس ستيت، نكست ستيت. انواع الريكرنت نيورال نتورك في 1 تو 1 و 1 تو ميني وميني تو 1 وميني تو ميني وميني تو ميني باختلاف اشكالها يعني. تمام؟ الباك بروباجيشن اللي احنا اخدناه قبل كده اللي هو بيبدا يحسب نسبه الخطا ويبدا يخش في النيورال نتورك من الاتجاه العكسي بحيث ان هو يبدا يشوف التغييرات اللي هتحصل على الويتس والباس. في منه فيرجن تاني اسمه باك بروباجيشن ثرو تايم. تمام؟ يعني هو عمل للباك بروباجيشن اكستنشن في التايم، يعني حط التايم بارامتر موجود، بيبقى بارامتر موجود عندي بيستخدم في التايم سيكونس، اي حاجه فيها سيكونس فدي بيبقى مناسب معاها الباك بروباجيشن. بيعمل العمليات الحسابيه بتاعته بتتم على ثلاثه ستيبس، دي برضو موضوع اسئله، اللي هو بيكمبيوت الاوتبوت فاليو اوف ايتش نيورون ثرو فورورد بروباجيشن. تمام؟ بعد كده بيكمبيوت الايرور فاليو اوف ايتش نيورون ثرو الباك بروباجيشن. بعد كده بيكمبيوت الجراديانت اوف اتش ويت. تمام؟ وكمان بيابديت الويتس بيستخدم الاستوكاستيك جراديانت ديسنت الجوريزم اللي احنا اخذنا فكره عنها قبل كده. تمام؟ هنا بعض المعلومات برضو عن الريكرنت نيورال نتورك اللي هو الار ان ان. بيقول لي بقى ان الريكرنت نيورال نتورك سولف ذا بروبلم اوف انفورميشن ميموري. يعني في بعض النيورال نتوركس كان عندي مشكله في الانفورميشن ميموري، ما عنديش ميموري فهو بقى موجود فيه ميموري. طبعا بيبقى انت بتحتاج ان انت تسيف لونج تايم ان ميني تاسكس. بعض التاسكس بتبقى عايز تسيف بعض الستيتس بتاعتك بحيث ان انت تستفيد منها في النكست ستيت. تمام؟ ففي انواع، خلي بالكم بقى، في انواع من الريكرنت الريكرنت نيورال نتورك، في منها انواع او في منها اشكال، زي مثلا اللونج شورت تيرم ميموري نتورك بيسموها اختصارا ال اس تي ام نتورك، اسمها ال اس تي ام نتورك. دي احد الامثله على الريكرنت نيورال نتورك، محتاجين نعرفها بس كده، ولكن هي مشروحه اكتر بتفاصيل اكتر في الفيرجن او الليفل الثاني، اسمها لونج شورت تيرم ميموري اختصارها ال اس تي ام. في برضه الجيتد ريكرنت يونت اللي هي الجي ار يو، دي برضه محتاجين نعرفها. طيب في نيورال نتورك ثانيه اسمها الجان او حاجه اسمها جنريتيف ادفيرسيريال نتورك. النوع ده من النتورك بيستخدم في ايه بقى؟ ان هو ممكن مثلا يعمل جنريت لصوره مش موجوده في الواقع. تمام؟ يعني ممكن يطلع لك فيك ايمجز. تمام؟ وبرضه شفنا في حاجات زي كده اللي هي الفيك فيديو والفيك ايمجز، ان هو ممكن تلاقي مثلا جايب لك صور لمشاهير بيعملوا حاجات غريبه جدا، طبعا بتبقى حاجات جنريتد مش حاجات اصليه. طب الجان او الجنريتيف ادفيرسيريال نتورك بيتكون من اثنين كومبوننتس، اول حاجه الجنريتور ده بتدخل له نويز. تمام؟ بيطلع لك صوره متعدله، صوره جنريتد. تمام؟ مش موجوده في الايه؟ في الطبيعه. والديسكريمينيتور ده بيخش له الاوتبوت بتاع الجنريتور والريال ايمج عشان يطلع لك يقول لك هل الصوره اللي هي الجنريتد ديت فيك ولا ريال. تمام؟ بيستخدم في ايه الجان؟ بيستخدم في الايمج جنريشن، بيعمل جنريشن لايمجز مش موجوده اصلا في الواقع. بيعمل حاجه اسمها تكست جنريشن برضه وسبيتش انهانسمنت. تمام؟ والايمج سوبر ريزوليوشن. ده الاركتكشر بتاع الجان. تمام؟ انت بتدخل نويز بديستريبيوشن معينه بيطلع لك جنريتد ايمجز، بيبقى عندك الريال ايمجز بتدخلها على الديسكريمينيتور، الديسكريمينيتور بيقول لك الصوره دي ريال ولا فيك، وريال بنسبه قد ايه او فيك بنسبه، يعني بتبقى ريال ايمج بصوره يعني بنسبه قد ايه. الجنريتيف نتورك او الجنريتور بيخش له النويز بيطلع سامبل داتا. تمام؟ الديسكريمينيتور بيخش له ريال سامبل والجنريتد سامبل اللي هي طالعه من الجنريتور من الجنريتيف، بيطلع لك البروبابيلتي ان السامبل دي ريال ولا يعني ريال بنسبه قد ايه. تمام؟ الكومن بروبلمز اللي بتحصل في التريننج يا جماعه الداتا امبالانس.
تمام؟ ان انت عندي مثلا تو كلاسز، تلاقي مثلا كلاس في منه 2000 صوره مثلا، تمام، وكلاس تاني تلاقي منه 4000 صوره، وبالتالي تمثيل التو كلاسز مش متساوي، تمام؟ فاهمين انا اقصد ايه؟ يعني مثلا عندي مليون صوره لكاتس ودوجز، الكاتس مثلا فيه 800000 انما الدوجز فيه 200000، وبالتالي لما نيجي اعمل ليرنينج هكون بعلم النيورال نتورك على بنسبه كبيره على الكاتس وبنسبه قليله على الدوجز، فدي بتبقى انفير في العمليه، انفير في ان انا دلوقتي اشوف مين يعني اتعلمت بنسبه كبيره قوي على حاجه على حاجه ثانيه، فده مش فير طبعا، تمام؟ فده مقصود بالداتا امبالانس، تمام. في بقى اشكال للداتا امبالانس وهي عباره الصور المختلفه للداتا امبالانس اللي هي الراندوم، راندوم اندر سامبلنج، الراندوم اوفر سامبلنج، والساينسيسز مونيتورنج اوفر سامبلنج تكنيكس. الراندوم اندر سامبلنج بنعمل ديليت للريدندنت، الراندوم اوفر سامبلنج بنعمل كوبي السامبلز، في المونيتورنج بتاع الاوفر سامبلنج تكنيكس بنعمل سامبلنج وميرجنج السامبلز. دي الحلول بتاعتها اللي موجوده، يعني المشكله والحل بتاعها، تمام. طيب في مشكلتين برضو موجودين، حاجه اسمها الفانشنج جراديانت والاكسبلودنج جراديانت. دول اثناء الباك بروباجيشن او اثناء عمليه الليرنينج، يعني في الباك بروباجيشن لو انا عندي القيم بتاعتي بدات تقل زياده عن اللازم فبيعمل فانشنج جراديانت، لدرجه ان هي ممكن تكون ارقام بتوصل لدرجه ان هي تكون مهمله. الاكسبلودنج جراديانت العمليه العكسيه، ان لما يكون عندي القيم كبيره قوي فبتطلع قيم يعني اوفر زياده عن اللازم. التو بروبلمز اللي قدامنا دول يا جماعه عكس بعض، ان الفانشنج لما القيمه اللي موجوده في قيمه النيورونز تقل لدرجه تكاد تكون مهمله، ده الفانشنج. الاكسبلودنج ان درجه ان قيمه النيورونز تبقى عاليه قوي، دي برضو مشكله اللي اسمها اكسبلودنج، اللي القيم المفروض ما تبقاش ولا عاليه قوي ولا قليله قوي، تمام. الحل للمشكله دي هو الجراديانت، دي برضو مهمه جدا بتيجي موضوع سؤال جراديانت كليبنج، ده بيستخدم عشان نافويد الاكسبلودنج جراديانت بروبلم. يعني بنعمل كليبنج، يعني بنقول إن مثلا ان في النيورون ليه رينج من كذا لكذا، تمام، يبقى انا كده ايه يعني عملت افويد او يعني تجنبت حدوث اكسبلودنج، ان قيم النيورونز تبقى كبيره قوي. كمان الاكتيفيشن فانكشن زي الريليو ها والال اس تي ام بيستخدموا عشان يمنعوا الفانيشنج بتاع الجراديانت بروبلمز. يبقى انا عندي التو بروبلمز، اكسبلودنج ممكن يعني اعالجه بالجراديانت كليبنج، ان انا احط رينج معين، تمام. ان انا كمان امنع الفانيشنج باستخدام الاكتيفيشن فانكشن زي الريليو والنيورال نتورك اللي اسمها ال اس تي ام اللي احنا خدناها اللي هي من احد امثله الريكرنت نيورال نتورك. الاوفر فيتنج، مشكله الاوفر فيتنج ان انا بقول له ايه البروبلم ديسكريبشن عندي، ان الموديل بيرفورم ويل مع التريننج سيت، اداؤه كويس في التريننج بس بيديني باد بيرفورمانس في التيست سيت. طب اصل المشكله there are too many features dimension، feature dimensions، الدايمنشن بتاع الفيتشرز كبير قوي، عدد الاعمده كتير قوي، ماشي، عندي too much noise، عندي noise في الداتا، تمام، but very few training data، عندي الداتا بتاع تريننج قليله، فده بيخلي بيعمل اوفر فيتنج. السوليوشن الحل ايه؟ في داتا اوجمنتيشن. الداتا اوجمنتيشن ان انا بزود حجم الداتا سيت عن طريق مثلا ان انا اعمل فاريانس او تغيير في شكل الداتا بحيث ان هو يديني حجم اكبر، تمام. وفي ريجولاريزيشن وفي ايرلي ستوبنج والدروب اوت، تقريبا اتكلمنا عن الحاجات دي قبل كده. بكده يبقى خلصنا شابتر الديب ليرنينج اللي كنا اتكلمنا في جزء عنه في فيديو سابق، ده التكمله بتاعته.